برنامج للحكومة إنه حكومة افترضت علي قضية اقتصادية، برنامج السلام، برنامج البنية التحتية أو الخدمات، وبرنامج الاستعداد أو المهام الفترة الانتقالية نفسها بتقوم وفق برنامج محددة. هذا البرنامج مفترض أن يكون مفصل بالتفاصيل، إنه لكل وزارة ولكل وزير ولكل وزارة ولكل جهة مفترض ما لها وما عليها أن تقوم عليه في الفترة الانتقالية حتى يتم محاسبتها وفق هذا البرنامج. ده الغرض الأساسي منه، أنه يطبق ينقل الشعارات، شعار حرية والإعلان حرية والسلام والعدالة إلى الأرض الواقع عن طريق تطبيقه عن طريق الوزارات. هذا البرنامج يفترض أن يفصل بدقيق، وإنه رؤية في الخدمات شنو، رؤية في مجال الاقتصاد شنو، وقف يعني كباح التضخم ومعالجة قضية السلام أيضا ورفع أجور الناس، دي كلها معالجات اقتصادية، معالجات في القضاء الإصلاح السياسي، معالجات في الخدمة المدنية، معالجات في العلاقات الخارجية، مفترض أن تصل بشكل واضح وصريح في البرنامج. بنهايته ناس يصلوا لاتفاق سياسي لإعلان أو إجراءات تهيئ الجو لقيام انتخابات حرة ونزيهة، إنه يتداول فيها كل الشعب.